نذهب إلى هذا الموقع. التعليم المتوسط الثانية، نذهب إلى هذه النافذة. نذهب إلى التعليم المتوسط، نختار السنة الثانية، ثم نختار التربية المدنية. نذهب إلى الفصل الأول، نضغط هنا، تخرج لنا هذه النافذة. نبدأ واحد، عرف ما يلي: الأسرة، المجتمع، والتضامن. نبدأ بتعريف الأسرة. الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع، وتتكون من الزوج والزوجة ثم الأطفال. ثانيا، المجتمع. المجتمع هو مجموعة من الأسر تجمع بينها روابط مختلفة ومصالح مشتركة. التضامن هو سلوك إنسان نبيه لمواجهة المصاعب وآثار الكوارث. اثنان، صنف ما يلي في الجدول التالي: المواد الغذائية، زيارة المرضى، التبرع بالدم، تقديم الدعم النفسي، التبرع بالأدوات المدرسية، التخفيف عن معاناة المنكوبين. نصنفها تضامن مادي وتضامن معنوي. إذن، مواد غذائية والتبرع بالدم والتبرع بالأدوات المدرسية تضامن مادي. إذن، المواد الغذائية، التبرع بالدم، التبرع بالأدوات المدرسية تضامن مادي. التضامن المعنوي يتمثل في زيارة المرضى، تقديم الدعم النفسي، التخفيف عن معاناة المنكوبين. بعض العادات والتقاليد الآتية في الخانة المناسبة: اللباس التقليدي، الزواج بالطريقة الغربية، زيارة الأضرحة للتواصل إليها، الزواج والختان الجماعي، إكرام الضيف، وضع الخيوط على الأشجار، وضع الأطعمة على القبور، صناعة الحلي. العادات والتقاليد الأصلية: اللباس التقليدي، الزواج والختان الجماعي، إكرام الضيف، صناعة الحلي. العادات والتقاليد المنحرفة: الزواج بالطريقة الغربية، زيارة الأضرحة للتواصل إليها، وضع الخيوط على الأشجار، وضع الأطعمة على القبور. أربعة، يعتبر التضامن عمل وإنسان نبيل، والمطلوب من يمثله على المستوى الوطني والمستوى الدولي. على المستوى الوطني تمثله الأسرة في الحي والقرية ومكان العمل. على المستوى الدولي تمثله جمعيات منظمة مثل الهلال الأحمر والصليب الأحمر الدوليين.